كعكة فاكهة شتوية، تيجوا ندخلها في الكيك. 3 أرباع كوب سكر، 2 بيض، 1 كوب بيوريه كعكة، 1 كوب لبن رايب، كوبايتين ونص دقيق، معلقة صغيرة بيكنج سودا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ندخل الكيك في الفرن تسخن درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. هنزين الكيكة بالكريمة الزبدة والقطعات كعكة. كيكة تورتة أهم حاجة طعمها يجنن. جميع وصفاتنا موجودة على موقع الوصفة.com.